على مهله جمال عبد الله، وقع جمال عبد الله خطفها حماد المصري واعترضوا، وفي صفاره جماهيريه. نتمنى ان احنا النهارده نشوف مع بعض لقاء جميل. اسماعيلي بيلعب، انما للكوره الحلوه اللي شاهدوها جميع الجماهير على الشاشه الصغيره. نتحدى حكام من سنه 67، يعني بقى لهم 15 سنه حكام. وصفر المرشدي ولعب الاسماعيلي ضربه البدايه، وتوصل الكوره لمحمود حسن على محمد صلاح، وتتلعب الكوره على طول لعلي يونس لحازم اللي يشوط شوطه من بعيد تطلع بره. محمد صلاح اماميه يقطعها طارق زين، وتوصل لسعيد البودهي اللي بقاله ماتشين ثلاثه كده بيشوط صواريخ من بعيد. حاتم وبيراقبوا النهارده محمود حسن زي ما احنا شايفين. توصل الكوره لسعيد الجدي، بيفكر يلعبها اماميه، لعبها حلوه انما برافو صقر، برافو قطع كوره في المدرب ما سابوش، ياخدها عماد ويطلعها عرضيه، ويطلعها ابراهيم يوسف لعلي يونس لمحمود حسن، يشوط شوطه جامده وتخبط في جمال عبد الله وتغير اتجاهها، انما عماد المندو صاحي على مهله جمال عبد الله، وقع جمال عبد الله خطفها حماد المصري واعترضوا، وفي صفاره. مرشدي بيقول ما فيهاش حاجة، ها يلعبها قصيرة يطلعها علي يونس بدماغه لطارق يحيى تاني، يلمها طارق ومعاه علي يونس، يرقص علي ويلعبها عالية وحلوة، ينط عليها حسن شحاتة بدماغه، وعدها بواحد يصلحها لنصر، ونصر يشوط شوطة جامدة ترد من صقر وماشي بيفكر يشوط، إنما قفلوا عليه أكتر من لاعب، توصل لطارق يحيى وماشي طارق يحيى ولف كل عرضية حلوة، انما يطلعها على طول صقر، توصل لطارق يحيى تاني، تخبط الكوره في رجل جمال مرسي واليمين زي ما احنا شايفين، وعاليه وحلوه، وابراهيم يوسف طالع، حماده المصري يلعبها حلوه ليه طارق يحيى يشوطها تضرب في الارض، وحسن حظ ابو ليلى تلاقي ايده تخبط في ايده وتطلع تاني يونس، وعلي يونس لمحمود حسن تتخطف وتوصل لحسن شحاته، عاد عبد الواحد واماميه ليه نصر، انما طويله يطلع ابو ليلى برافو ويمسكها عبد الواحد، عاد عبد الواحد لسعيد الجدي يلعبها عرضيه، حسن شحاته بدماغه يلمها ابو ليلى، انما المرشدي مصفر فاول على حسن شحاته، برافو مرشدي في الهجوم مع الزمالك، وعاليه داخل منطقه الجزاء، سعيد الجدي يعليها بدماغه ويطلعها محمود حسن لعاد عبد الواحد يلمها، ومعاه عبد المحسن يلف الكره عرضيه تعدي من جمال انما يطلعها، وحماده الرومي ينقذ الموقف ويلعبها على جنب، ويخش سعيد الجدي والزمالك والاسماعيلي بدون اهداف، وزي ما احنا شحاته داخل ولعب كره عرضيه حلوه نص ابراهيم بدماغه انما بعيد عن الثلاث خشبات، وعلي يونس حلوه لعماد سليمان هيلعبها على طول انما تقلش لحقها ولعبها عاليه في حلق الجون، يطلع عماد المندوب بدماغه بالبوكس، حازم يلمها ويشوط شوطه جامده ترد في جمال عبد الله، وطارق يحيى لنصر ومعاه صقر يلمها نصر، وبيجري له طارق ما ادالوش، يجي لحسن شحاته وقفها ويلمها، انما برافو طارق زين نصر، ونصر حلوه لسعيد الجدي يرجعها ورا تاني لمحمد صلاح، عاوز يشوط يشوط شوطه حلوه حلوه بجوار المقص مباشرة، برافو محمد ماشي لغايه دلوقتي كويس، وتتلعب لسعيد الجدي وعاوز يشوط وشاط شوطه حلوه، برافو ابو ليلى يمسكها يلمها عادل ويديها لمحمد صلاح، ومحمد صلاح بيفكر يلعبها لنصر، ونصر تتخطف منه الكوره ماشي عماد ومعاه محمد صلاح، عماد سليمان بيجي له حازم يعمل معاه 1 2 يعمل معاه 1 2 انما برافو محمد صلاح، برافو محمد صلاح المرسي لابو ليلى الجول، المرشدي بيبص لمساعدينه وصفر المرشدي بانتهاء الشوط الاول، والنتيجه تعادل الزمالك والاسماعيلي بدون اهداف. حماده الرومي يخطف الكوره يديها لاحمد جمال، واحمد جمال اماميه لحسن شحاته بدماغه حلوه لنصر، لم الكوره وبيريحها لحسن، انما تتخطف الكوره وتوصل لسعيد الجدي لعاد عبد الواحد يلمها، انما محسن عبد المسيح يلعبها من الوضع طائرا لاحمد جمال على صدره وعاوز يشوط يجيها لحسن، وحسن عاوز يلعبها يقطعها طارق زين وبدر لنصر، ونصر لاحمد جمال اماميه ليه عاد عبد الواحد يشوط شامه التماس يلعبها لمحمد سعيد، يلف كوره حلوه
يطلعها طارق زين وسعيد الجداي يخطف الكوره ويديها لنصر يشوط شوطه ضعيفه ووحشه تبقى ضربه مرمى ل هيلعب الضربه الحره المباشره عاليه وحلوه وابراهيم يوسف بدماغه لنصر نصر بيسابق سعيد الجداي انه يلعبها بدر حامد يلعب رمز التماس على طول ليه طارق يحيى يلف كره عرضيه حلوه للحارس عاطف ومحمد زيد يشوط شوطه جامده يطلعها ابو ليلى الجون برافو يا ابو ليلى برافو بدر حامد وبدر حامد لطارق يحيى ومعاه جمال يعدي ويلعب كره عرضيه حلوه مفيش متابع تقلش الكره من على رجل وضربه حره مباشره لنادي الزمالك طارق يحيى هو اللي هيلعبها ولعبها لمحمد صلاح ومحمد صلاح لعبها ببطن رجله توصل الكوره لعادل عبد الواحد بيشوط شوطه تخبط بالصدفه في حماده المصري نصر لطارق طارق لحسن وحسن لمحمد صلاح عاوز يشوط شاط شوطه جامده يطير عليها ابو ليلى ويحولها ضربه ركنيه هارد لاك يا محمد صلاح وبرافو ابو ليلى لعبها صلاح لمحمد سعيد وسعيد الجداي واماميه حسن شحاته بيريح دماغه للنصر يقع نصر على الارض وتتخطف الكوره لانه استنفد التغييرين بتوعه واتلعبت رمية التماس وتوصل لعادل ولعبها حلوه حسن وحسن يشوط شوطه نزل بالعرض ومحمد سعيد ما حطش رجله انما كانت توصل لجمال عبد الله يديها لبدر وبدر عاليه ويطلع ابو ليلى من جونه وحسن شحاته وتعلى الكوره ويطلعها صقر بره ضربه ركنيه سليمان اداها لعماد سليمان وعماد معاه كوره وبيهاجمه جمال عبد الله ولعبها عماد لحماده المصري وحماده المصري ريحها حلوه لشحته وشحته عاوز يشوط ولوحده وشاط شوطه عرضيه تخبط في رجل ويصفر المرشدي بانتهاء الشوط الثاني والمباراه والنتيجه تعادل الاسماعيلي والزمالك بدون اهداف على مهله جمال عبد الله وقع جمال عبد الله خطفها حماده المصري واعترضوا وفي صفاره مع محمد حسام الله يرحمه ولا مع كابتن عبد الرؤوف عبد العزيز في اي حاجه الاهلي والزمالك زمان وممكن يكون دلوقتي العلاقه جيده للغايه سواء بين الاداره او بين اللاعبين بعضهم الزمالك بيجيبوا حسن شحاته بعد مضي 30 دقيقه الجول الاول بيجيبوا حسن شحاته للزمالك بعد مضي 30 دقيقه اول جول في لقاء النهارده يحرزه حسن شحاته للنادي الاهلي بعد مضي 30 دقيقة. عبد الرؤوف عبد العزيز حكم الدولي مشاور وحسام يقول لاعبي الزمالك من فضلك بره لان في الراية حسن شحاته ما يلعب الكورة. الدولي حسام بيقول لكل الناس بره الملعب تبقى ضربه حره غير مباشره نتيجه تغير حسن شحاته 2 و3 يا رب يا رب يا جدعان تقنيه الفار تخش مصر يا رب يا رب تقنيه الفار تخش يا رب يا رب يا رب هي الحل الوحيد لينا يا رب الحل الوحيد تقنيه الفار مش هتخاف من الفانيلا يا رب على مهله جمال عبد الله وقع جمال عبد الله وخطفها حماده المصري واعترضوا وفي صفاره